السلام عليكم الحبايب العزاز، كدايرين؟ بخير، لاباس عليكم؟ كنتمنى يا ربي تكونوا كاملين بخير وعلى خير. فيديو جديد، موضوع جديد. كاينين بزاف ديال الناس اللي تواصلوا معايا في انستغرام، قالوا لي حنا ما عندنا لا ديبلوم، ما كنعرفوش اللغه، ما عندناش الحرفه، ما كنعرفوش نديروا حتى حاجه، كيفاش غادي نستافدوا في العقد العمل؟ ها انتم كتشوفوا كاين واحد الكوري من ورايا، هو اللي غنهضروا عليه، وعلى الفلاحه. يعني الفلاحه والكوارع ما كيطلبوش لا الدبلوم لا اللغه لا حتى حاجه. مثلا هذا الكوري اللي من ورايا، انتم كتشوفوا دائما هما كيقلبوا على الناس اللي يخدموا عندهم، ما كيطلبوا لا الدبلومات لا الحرفه لا حتى حاجه، كيخدموا عندهم الناس كيعلموا ليهم الحرفه، يعني الحرفه ديال كيفاش غنعطيو البهايم، وكيفاش غادي نخدموا في الفلاحه، كيفاش غادي نقلعوا بوعويد، راه كلشي كيعرف ليها. والخدايم اللي كاينين اليوم النهار 4 في الشهر 2، ها انتم تماك كاينين الفلاحه كيقطعوا في الشجر ديال بوعويد، كيحيدوا ليهم كاع داك الزائد ديال العود، ما عرفت كيفاش كيسميو ليه. ها انتم كتشوفوا، راني غنقرب ليكم باش تسمعوا الحس ديال التقطيع والحس ديال التراكتور. ما غنقدرش يعني نصور لكم الناس اللي كيديروا هذه الخدمه هذه، ولكن كتسمعوا الحس ديالهم، وغنقربكم من الكوارع اللي كاينين اليوم. انتما كما كتشوفوا تينقيو الاشجار ديال بوعويد، كتسمعوا في هذاك في الصوت ديال التراكتور، وتيحرطوا تيحرطوا الاراضي. كتشوفوا كاينين الديور قلال، ان هاد الناس اللي عندهم هاد الاراضي كبار وعندهم الفلاحه وعندهم الكوارع كما شفتوا في الاول، هما ما ساكنينش هنايا في هاد الكامبانيا، ساكنين في بولونيا في المدن الكبرى، ولكن هنايا تيكون عندهم واحد كيسميو ليه الشاف، هو اللي كيقابل ليهم هاد الاراضي ديالهم، وتيشد الخدامه كيتكلف ليهم بالفلاحه ديالهم او لا بالكوارة ديالهم. يعني هاد الخدايم ديال الفلاحه ما محتاجينش، ماشي ضروري يكون عندك الدبلوم ولا يكون عندك تكون عندك يعني اللغه متقونه، ولا حتى تجي لهنايا وعاد تعلم يعني اللغه عادي. ها انتم انا جيت للطاليان ما عرفت حتى اللغه، جيت لهنايا كنقرا شويه في المدرسه، كنخدم معاهم، كنتعلم بشويه بشويه حتى تعلمت كيفاش نتفاهم معاهم، فهمتوا؟ ماشي ضروري الواحد يتعلم اللغه في البلاد وعاد غادي يجيبها لهنايا باش يهضر بها، لا، حتى تجيو لهنايا وغادي تتعلموا بها. والفلاحه ما محتاجاش للدبلوم، ومثلا بحال التباصل ديال الريستوراسيون تغسلوا المواعن ما محتاجينش للدبلوم. البيرغيري، البنات اللي كيخدموا في البيرغيري كيقادوا البيوت وكينقيوهم وتيديروا الميناج، حتى هادوك ما محتاجينش الدبلومات، هادوك راه موجودين هادوك الخدايم في السيتو، فهمتوا؟ اولا بادانتي ما محتاجينش الدبلومات، بحال الا كنتو غادي تخدموا في الدار العجزه كيطلبوا الدبلوم ديال لوس، ولكن بحال دوك اللي كيخدموا عند بادانتي في الدار عند العيالات الكبار كيخدموا عندهم في الدار، ما كيطلبوا لا الدبلوم لا حتى حاجه، كتعرفي شويه ديال اللغه باش تفهمي مع داك الشخص صافي كتخدمي. المهم تبينوا المجهود ديالكم باللي بغيتوا تخدموا، فهمت اش بغيت نقول لكم؟ يعني ماشي ضروري تقولوا صافي حنا سلمنا ما عندنا لا الدبلوم لا الخدمه، ما كي غنديروا باش نخدموا لا والو. انا ما متفقاش معاكم، توكلوا على الله وديروا المجهود، وربي كبير ما كيتخلى على حتى شي واحد. كما قلت لكم الخدايم اللي كاينين اليوم، كاينه الفلاحه وكاينين الناس اللي كيخدموا في الكوارة، الكوارة ديال الدواجن ديال البقار ديال الماعز ديال الحلوف، كما كتعرفوا انهم كيربيو بزاف، كتاكلوهم وكتشربوهم وكتقابلوهم، كتلقاو مالين هذا الزين ديال الكبار ما ساكنينش هنايا، فهمتوا؟ هما ساكنين في المدن الكبار بحال بولونيا بحال ميلانو بحال روما، ولكن هما كيقلبوا على الخدامه اللي كيتيقوا فيهم كيخليوهم هنايا كيعطيوهم الدار. ها الديور لهي كتشوفوا الدار راه حداها الطوموبيلات، كيعطيو ليهم الديور كيسكنوهم، ما كيخلصوا هاد الناس حتى حاجه. يا اما كتخدموا في الفلاحه كما قلت لكم، هما دابا كيحرطوا، ها انتم كتشوفوا القمح يلاه بدا كينوض اليوم كما قلت لكم النهار 4 في الشهر 2، وكاين الريستوراسيوني بحال الميناج في الريستوراسيون ولا في الديور، اولا بحال باش تغسلي يعني المواعن في الريستوراسيوني ما كيطلبوش لا الدبلوم لا اللغه، كتخدمي كتعلمي. بعض الناس اللي كيخدموا بادانتي، الناس اللي كيخدموا عند الناس الكبار
حتى هما ما كيطلبوا لا الدبلومات لا حتى حاجه، كتخدمي كتعلمي بشويه بشويه. شتا شنو هو المهم؟ تكون عندكم الرغبه ويكون عندكم الدراع باش تخدموا. الطليان بغاو الدراع ويبغيو الطليان بغاو الناس اللي عندهم الرغبه باش يخدموا ويكونوا عندهم الدراع، فهمتوا؟ ماشي باش تخدم النهار ولا جوج تقول حقا مريض ولا حقا عيان ولا حقا ما قديتش، لا كتخدم كتخدم على دراعك. الناس اللي خدامين في الطليان وعندهم الدراع وعندهم الرغبه راه حتى واحد ما يحيدش لهم البوستو ديالهم، فهمتوا؟ وحاجه اخرى، الناس اللي قالوا لي احنا سلمنا ان القانون عرفناه خرج، راس العام داز ما غنستافدوش، ما غنمشيوش نهاجروا، ما غنقدروش نمشيو للطاليان باش نخدموا على ريوسنا وعلى المستقبل ديالنا. عمركم ما تسلموا، عمركم ما تسلموا، ما استفدتوش في القانون ديكريتو فلوس اللي كاين حاليا، اللي كاين يعني حاليا غادي تستافدوا في هذا العقد العمل. كيفاش غتلقاو هذا العقود العمل؟ يا اما كتفقوا مع شي سمسار، يا اما كتدخل للسيتو اللي شركت معاكم كتلقاو فيه الباترونات اللي كيقلبوا على الناس اللي يخدموا عندهم. نتوما ما غاديش تختاروا شي ادزين اللي كيقلبوا على شي واحد اللي عنده الدبلومات، كتقلبوا على الواحد اللي غيقول انا عندي ادزين دي مثلا ديال الفلاحه بحال هكا، اولا عندي الفلاحه بحال هكا كما كتشوفوا، كنقلب على شي واحد اللي يخدم عندي. نتوما غادي تكتبوا ليه راه حنا مساعدين بغينا نخدموا، يعني بلا ما ترفد الهم، غير عاوننا باش نهاجروا ولا دار لنا العقد العمل. الا شاف فيكم هذا المجهود وبغيتوا يعني بينتوا باللي بغيتوا تخدموا وبغيتوا ديروا شي حاجه في حياتكم، راه غادي يشدوكم يديروا لكم العقد العمل يجيبكم من اي بلاد. راه الحمد لله من نهار اللي شركت مع الناس داك الفيديو شرحت ليهم كيفاش غادي يتسجلوا، راه بداو كيتسجلوا. الناس اللي ما فاهمين شي حاجه كيدخلوا عندي في انستغرام كنعاونهم حتى كيتسجلوا. وكاينين الناس عيطوا عليهم، ها انتما جابوا الماكله لهذوك الحيوان اللي عندهم في هذاك الكوري، هذوك كاميونيستي كتشوفوا، يعني الناس خدامين، ها انتما كيبانوا لكم. غنقرب لكم بالكاميرا، ها انتما داك الكاميون فين جا، رجع وجا حدا ديك الدار، فهمتوا؟ دخل داخل فين كاينه، فين كاينين الكواره، فهمتوا؟ قلت لكم عمركم ما تسلموش. الناس اللي دخلوا عندي في انستغرام كنعاونهم باش يتسجلوا، اللي ما فاهمين شي حاجه في هذاك الفيديو اللي حطيت لكم دخلوا عندي في انستغرام نعاونكم باش تسجلوا، يعني ما كاين حتى مشكل، فهمتوا؟ قال لك ربي نوضع بدي باش نعاونك، ماشي سمحوا لي بقى فيا. الفيديو ديال اليوم كنتمنى نكون فدتكم بشي حاجه. الا ما عرفتوش كيفاش غادي تسجلوا في السيتو، راني حطيت لكم الفيديو في صندوق الوصف فيه التفاصيل الممل، وكاين حتى الرابط ديال السيتو في داك الفيديو، كتدخلوا كتسجلوا. الا ما فهمتوش كيفاش دخلوا عندي في انستغرام، كيوتشو لوصفات ملكه ديما كيطلع لكم هنايا، وقولوا لي راه حنا ما فهمناش كيفاش غنتسجلوا. كاينين بعض الناس كيدخلوا عندي في انستغرام كيلوحوا لي النمره، اش كيعني هذا الشيء؟ ما كيكتبوا حتى حاجه من غير النمره، واش ممكن؟ واش ممكن شنو؟ هادوك كنبلوكيهم غير باش نقول لكم. ولكن الواحد اللي كيدخل عندي كيقول لي انا ما فهمت حتى حاجه في سيتو، ولا دخلت للسيتو فهمت هذه ما فهمتهاش، هادوك غنبقى معاهم حتى كيتقيدوا، يعني يصيفطوا الدوسي ديالهم. نقدر نعيط حتى للباترون نقول ليه زعما واش وصلك الدوسي، هذا السيد ولا السيده فيها هاد المواصفات، واش غتقدر تخدموه، راه محتاج للخدمه وهذا الشيء. نقدر نكون لكم يعني وسيط، ما كاين حتى مشكل. ولكن الواحد اللي كيدخل وكيخسر في الهضره هذوك كنبلوكيهم غير باش نقولها لكم من هنا. كملوا الفيديو، ما تنساوش اللايك وتبارطاجيو مع اصدقاء ديالكم وتخليوني رايكم في التعليقات. الى اللقاء.